اوكي تمام. فراح اسوي مراجعه سريعه، راح ناخذ مثالين، مجرد ريفرش حق المحاضره الماضيه واضافه جديده اليوم بسيطه على اساس لا اثقل عليكم، بحيث ان تراجعون اللي مضى مع امثله اليوم ان شاء الله الامور راح تكون واضحه عندكم الصوره. سويت ابديت انا عندكم على الفايلات، تمام؟ اكو تقريبا 3 فايلات شلتهم، حطيت لكم فايل واحد، يمكن كانوا 3 محاضرات بس شلتهم، قلت اخلي لكم فقط محاضره واحده بدل الثلاثه ذولي. فعندكم محاضره 16 سويت لها ابديت، شلت 16 17 و18 شلتهم، وحطيت لكم محاضره 16 من جديد بس مع شويه تعديلات. تمام؟ خلونا الحين اشبك على الايباد. بس قولوا لي اذا دخل عندكم الايباد على السيستم ولا لا. شفتوا الايباد ولا لسه؟ لا دكتور للحين ما طلع. ماكو شيء. اوكي. اوكي. الحين؟ اي الحين موجود. تمام. هذه مثل ما قلنا محاضرة رقم 16، راح أبلش إن شاء الله أسوي مراجعة سريعة، وبعدين يعني راح احاول اليوم اثير هالامور الثلاثه. راح اتكلم عن الديستريبيوشن تيبلز، راح اشوف شنو هي وظيفتها، راح تفيدنا. بعدين على السريع ثلاث امور اللي احنا نعرفهم ونختم المحاضره. يعني هذا بايجاز بشكل موجز عن محاضره اليوم. للتذكير قلت لكم في السابق بان الاحتمالات، دراسه الاحتمالات تختلف من حاله لحاله، فمو دائما الاحتمالات هي حالة واحدة، فعلى حسب المطروح قدامنا في الكيس اللي قدامنا نحاول نطبق النظرية أو نطبق القانون الصحيح. ففي المحاضرة الماضية تكلمنا عن شيء اللي سميناه Binomial Distribution، بالمقارنة بالاحتمالات القديمة، الاحتمال البسيط جدا إن أكو شيء بيظهر عندي، شنو احتمال ظهوره، هذا أول احتمال درسناه أو البيسك يعني. بعدين درسنا احتمال ظهور حدث معين ولكن على فرض ظهور حدث آخر اللي سميناه conditional probabilities، وعلى أساسه درسنا البيس ثيرم إذا تذكرون. وعقب رحنا حق موضوع الباينوميال. الباينوميال اللي هي لازم تتوفر فيها الشروط هذه. الباينوميال إذا صارت عندي الحالة كالتالي: الـ experiment consists of n identicals، تمام؟ عندنا n identical trials. فإذا أنا عندي مجموعة من الترايلز المتشابهة، ما في اختلافات فيما بينهم. فإذا عندي احتمالات متشابهة، هذا واحد، اثنين each trial result in a success or failure. احنا لهالسبب نسميه binomial. binomial يعني result اللي يطلع لي اثنين، اما success او failure. فدائما عندي اما success او failure. واذا تتذكرون المثال اللي عطيناه في المرة الماضية كان اتذكر عن الاجهزة وكذا، تمام؟ فدائما عندي اما الحالتين اللي انا فيهم، اما يكون عندي حاله سكسس او فيلير. بعدين البروبابيلتي اوف سكسس نسميها يعني بي، فبالتالي البروبابيلتي اوف اس نسميها بي، والبروبابيلتي اوف اف نسميها كيو، تمام؟ الكيو اللي هي تساوي 1 ناقص البي، هذا شرحناه في المره الماضيه. فذا بروبابيلتي اوف سكسس از بي اند ريمينز كونستنت فروم ترايل تو ترايل، يعني احتمال السكسس دائما ثابت ما يتغير من حاله الى اخرى. فاذا قلنا 40% مثلا سكسس، دائما 40% لجميع الحالات. اذا قلنا 10% دائما 10% لجميع الحالات. This means that the probability of failure q is 1 minus p، تمام؟ فاحتمال ان يفشل الحدث يكون 1 ناقص p and remains constant from trial and to trial. واخر شيء قلنا بان الترايلز ار اندبندنت، يعني الحدث الاول
ما له علاقة بالحدث الثاني، ما له علاقة بالحدث الثالث. الأحداث هذه كلها تفشل أو تنجح بشكل منعزل عن الباقي. واضح؟ هذه قلنا الشروط. فالحين خلونا ناخذ مثال، أحاول أرد مثل ما قلنا أذكركم ومنا نشوف شنو التابلز وشلون نقدر نجيب المين والفاريانس والستاندرد ديفيشن. زين، يقول لي the manufacturer of color smart 5000 television set claims that 95% of its sets last at least 5 years without requiring a single repair. شركة، تمام، شركة تسوي لنا تلفزيونات، أجهزة. هذه الشركة تدعي، تقول أجهزتنا إحنا 95% من هذه الأجهزة تعمل بلا خراب لمدة 5 سنوات بشكل متواصل. يعني هذا ادعاء الشركة، تمام؟ يعني الشركة تقول بأن 95% من منتجاتها تشتغل بشكل سليم وما تحتاج توديها حق المصلح طول عمر استخدامها لغاية أو أول 5 سنوات من عمر الاستخدام. فإذا شريت مثلاً خلينا نقول سوني أو سامسونج، شريت تلفزيون من عندهم، يقول لك الشركة هذه نعطيك ضمان إحنا 95% من الوقت شركة المنتجات هذه مالتنا ما تخرب لمدة أول 5 سنوات من الاستخدام. Now suppose that we contact n equal 8 randomly selected color smart 5000. إذا عشوائيا خذينا 8 حبات، تمام، يبنى ثمان أجهزة بشكل عشوائي، نبي نسوي عليهم تيست، نبي نشوف الثمان أجهزة هذولي من تاريخ شرائهم قبل 5 سنوات لغاية الحين أكو شيء منهم رأوا وديناهم وصلحناهم ولا لا. إذا وديناهم صلحناهم يعني هذا خلاف حق الشركة من بين الثمانية. إذا ما صار إيش كثر النسبة اللي صار أو نسبة الأجهزة اللي صار فيها تصليح، تمام؟ يعني هذا اللي ندرس الحين. فبالتالي A N equal 8 randomly selected color smart 5000 purchasers 5 years after they purchased their sets. إذن بعد انقضاء 5 سنوات اخترنا عشوائيا 8 أجهزة حق 8 زباين يعني، ونبي نشوف عليهم، نبي نشوف التست. Now each purchases set will have needed no repairs. No repairs يعني هذا success مالهم. إذن أنا قاعد أتكلم عن success هني، or at least repaired once، هذا الفيلير مالي. إذن عندي حالة الفيلير، أنا عارف الفيلير وعارف السكسس وأدري الان بكم وعارف الاكس، تمام، شو اللي قاعد ادور عليه لغاية الحين. الكيس واضحة ولا فيها اي سؤال او غموض؟ واضحة. ديما نعم دكتور، شو الاوضاع؟ تمام، يعني مفهوم شو قلت انا؟ ايه زين، قولي منو كان رافع ايده؟ حصة؟ بغى تقولين شيء؟ لا بس دكتور ممكن تعيد مرة ثانية. اذا السؤال كالتالي، شركة تسوي لنا تلفزيونات، هذه الشركة تقول بان انا 95% من المنتجات من بضاعتي اللي ابيعها بالسوق 95% منها تشتغل لمدة 5 سنوات من غير ما تحتاجين تودينها حق المصلح. هذه ببساطة، تمام؟ فعندها احتمال تقول أكو 5% يمكن يعني أخورها، يمكن ما يعني، ولكن أنا أعطيكم ضمان يا سوق يا مستهلكين 95% من الوقت من الأجهزة اللي عندي اللي أبيعهم بالسوق شرط ضمان لمدة 5 سنوات تستخدمينهم ماكو خراب. واضح؟ هذه الفكرة الكلية. طيب، فمثل ما قلنا الحين احنا نبي نتكلم عن حالة خاصة من الاحتمالات، مو اي نوع من الاحتمالات. هذا احنا نسميه binomial. ليش؟ لان صار عندي خراب، الجهاز هذا يخترب. اذا جهاز اخترب اللي هي السكسس مالتنا، يعني في حالة البينوميال لما نقول سكسس مو يعني نجاح، يعني فوز وحالة ايجابية، لا، سكسس بغض النظر كان نجاح او فشل مو مهم عندنا. المهم عندنا السكسس تعني بنظرية البينوميال ديستريبيوشن بأن هذه الحالة حصلت، تمام؟ سكسس بأن حالة حصلت.
والفيلير بأن الحالة هذه لم تحصل. في حالتنا إحنا في الوضع اللي قاعدين ندرسه بأن السكسس بالنسبة لنا وديناها حق المصلح. عفواً أنا قلت غلط، مفروض no repairs. تمام، السكسس يعني no repairs هنا في حالتنا إحنا إن ما في خراب، فبالتالي السكسس عندنا ما في خراب، الفيلير عندنا على الأقل وديناها أو ودينا التلفزيون حق المصلح. الان مالتنا عدد الأجهزة اللي بشكل عشوائي اخترنا عدد معين من الأجهزة، هذا العدد عددهم الان يساوي 8. تمام، وعندنا ال P، تمام، P حق الأس تساوي 95. واضح؟ زين، يقول لي now we will assume that P صغيرة هذه the true probability الP يعني هذه the true probability that purchaser's television set will require no repairs within 5 years is 0.95. إذن الP الصغيرة تعطيني الرقم 0.95. بالتالي أقدر أستنتج من هذا الكلام إن الQ كم؟ الQ منار الخليفي كم الQ؟ منار هلا دكتور، كم الكيو بالمعنى هذا؟ مو متأكدة بس تكون 95. 95 عيسى، عيسى يلا قول، بس سماعة ما اسمع، ماكو شيء، ماكو صوت، ما اسمع ايش قلت. 0.05. 0.05 زين، فالكيو عندي طلعناها، طلعنا البي عرفناها كم وعرفنا الكيو بكم، فصارت الكيو عندي 0.05. إذن المعلومات تقريبا صارت كلها متكاملة إلى الحين. Furthermore, it is reasonable to believe that the repair records of the purchaser sets are independent of each other. هذا مهم، لما نقول independent يعني كل ترايل، يعني احنا قلنا الان مالتنا 8، الترايل الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع هذول مو مرتبطين ببعض، الأول مو مرتبط بالثاني، الثاني مو مرتبط بالثالث، الثاني مو مرتبط بالأول، منفصلين عن بعض. تمام، ضروري هذه، ترى النقطة هذه تعتبر جوهرية في الموضوع، فماكو ارتباط بيناتهم، يعني ماكو conditional probability. Now let x denote the number، هذه حين x مالتنا denote the number of n equal 8 randomly selected sets that have lasted at least 5 years without single repair. إذن الإكس مالتنا هي هذه الجملة الأخيرة اللي هو الإفنت اللي أنا بشوفه، هذا الإفنت هو البينوميال مالي. فالإكس اللي أبي أشوفه اللي هو X denote the number of N، الN طبعا ندري هي 8، randomly selected sets that have lasted at least 5 years. الإكس يعني اختيار عشوائي لثمن أجهزة بطريقة عشوائية مثل ما قلنا، هذه الأجهزة مو مترابطة فيما بينها، شنو احتمال ما بين الأجهزة هذه هناك جهاز وديناه للمصلح وسوينا عليه عملية تصليح. تمام، هذه هي الإكس، وبالتالي الإكس مالتي تتراوح من الصفر ولغاية الثمانية. صفر يعني ولا جهاز راح، ثمانية يعني أكو ثمان أجهزة راحوا، فواحد اثنين ثلاث أربع وهل المجرى. عيسى أنت رافع يدك سؤال ولا أنا عسي؟ ناصر يلا تمام لغاية الحين، لأن إذا فهمنا السؤال تقريبا نص الجواب صار الحين معروف. يلا حلو، إذن يقول لي X is a binomial random variable، صار واضح الحين الX اللي أنا قاعد أبي أحسبها، الإكس اللي راح أجيبه الحين هو binomial بالمواصفات اللي مساع قلناها. Random variable that can take on any of the potential values from 0 to 8. إذن الإكس ممكن ياخذ أي قيمة من بين الصفر إلى الثمانية. صفر يعني ولا جهاز ودينا، واحد يعني جهاز واحد ودينا للتصليح من بين العينة اللي درسناها، اثنين يعني جهازين وديناهم حق التصليح وهل هم جرى. The binomial distribution of X is listed in next table. راح نشوف التابل الثاني، راح تشوفون توزيعة الجدول شلون صايرة. To use the table, we look at the column. قبل لا ندرس التابل، قبل لا ندرس الكلام هذا كله، راح أوريكم أول شيء P of X, P of 1, P of 2 لغاية P of 8، بعدين أوديكم حق التابل. تمام؟ فراح أرجع حق الشاشة هذه مرة ثانية، بس أعطوني فد دقائق وبعدين أرجع. تمام؟
يلا خلوا هذا الشكل الحين ما يهمنا هذا التابل. المعادلة في الحساب هي هذه اللي عارفها تمام. أول شيء نجيب هذه، هذه تتذكرون شنو معناتها عدل، اللي هي هذا الأحمر تمام، اللي هو إيش، اللي هو the number of ways to arrange x successes among n trials. واضح؟ هذا اللي احنا سوينا المرة الماضية مو تنسون. فاحنا قلنا نجيب المعادلة، نجيب هذه تمام اللي الحكي هذا كله اللي هو the number of ways to arrange كذا كذا كذا، نضربها في يعني خلونا اسمي هذه ما ادري اسميها الفا. فبالتالي احنا نقول p of x تساوي الفا، نضربها في p of x، نضربها في 1 minus p to the power n minus x. هذه المعادلة القديمة، الالفا هي هذه. واضح شلون معادلتها؟ الالفا، الالفا احنا ندري تساوي التالي، تساوي n factorial على x factorial مضروبة في n minus x factorial. ها شباب شلون بناها المعادلة، شلون عرفنا وشلون طحنا عليها بعد مو مهم، بس المهم ان عندكم المعادلة. قال لي the number of ways to arrange the x successes among n trials هي تحسب بهذه الطريقة. واضح؟ فال n كم قيمتها بالمثال مالنا امساح؟ ال n كم؟ 8 شنة كانت 8 شنة 9 لا 8 وال p 95 وال q 0.5 مضبوط. خلاص كل شيء صار واضح، عندنا المعادلة نطبق الحين على طول، نبدأ من بي صفر ونحسب تمام. يلا هذه بي صفر طلعت لي، البي صفر تساوي 8 فاكتوريال اللي هي لا تنسون المعادلة هذه الألفة اللي مساعدت لكم عنها، ان فاكتوريال مقسومة على مقسومة على x factorial مضروب في n ناقص x factorial تمام. فاحنا الحين نبي x تساوي 0، فتصير 8 factorial مقسومة على 0 factorial مضروبة في 8 ناقص 0 factorial، بس ناسيها انا هني تمام، مضروبة في 0.95 to the power 0 مضروبة في 0.05 to the power 8 minus 0، تطلع لي الجواب يصير 0.0 تمام. واضح بالطريقة هذه. فأنا الحين جبت ال P 0 تساوي 0.0.0.0. واضح يعني شنو احتمال ان انا يكون عندي شنو قال هني P of X شنو كاو now the يقول we read the values of x and their corresponding probabilities from bottom to top. لا هذه لا ما نبي هذه. let x denote كاهي، let x denote the number of the n equal 8 randomly selected sets that have outlasted at least 5 years without single repair تمام. اذا الx بمعنى الx اللي هو اختيار لجهاز هذا العدد لم يذهب الى المصلح بتاتا. بالحالة هذه يوم طلعنا قال لي صفر، بمعنى شنو صفر؟ يعني احتمال انه ولا جهاز يروح للمصلح، هذا الاحتمال صفر. واضح؟ تمام؟ لاحظوا التيبل الحين، هذا اللي قدامنا التيبل. شنو الحين التيبل هذا؟ ايش قاعد يقول لي؟ P of zero اعطاني الجواب صفر. P of 1 الجواب صفر. P of 2 الجواب صفر. P of 3 الجواب صفر. يعني شنو؟ للحين ايش قاعد اقول انا؟ P of 4 طلع لي هذا، يعني شنو؟ P of 5 واضح شباب الحين؟ طيب ايش قاعد اقول؟ ها عيسى قول لي. هذه هي نسبة ان تطلع ان في شيء خرب
ان في جهاز عندي خربان، تمام؟ ان انا في حال اني يعني شنو احتمال ان ما عندي جهاز يروح حق المصلح؟ طبعا البي صفر، اكيد صفر لان ما عندك اجهزه. لكن شنو احتمال ان جهاز واحد توديه من بين الثمانيه للمصلح، عفوا، انه يكون صالح بدون ما اوديه للمصلح؟ صفر. احتمال جهازين اني انا ما يعني جهازين من بين الثمانيه ما يحتاجون، ما راح يروحون للتصليح، الاحتمال صفر. وهل ما جرى لغايه ما اصل حق احتمال الخامس، او عفوا خمس اجهزه، الباينوميال ديستريبيوشن بروبابيلتي يقول لي لا، من بين الخمس اجهزه اكو احتمال عندك بحدود ال 0.0054 ان في جهاز واحد على الاقل راح يروح للمصلح. وكل ما نزلنا في او ارتفعنا في عدد الاجهزه اللي قاعدين نسوي عليها دراسه، نشوف بان الاحتمال يرتفع، تمام؟ احتمال يرتفع بان هناك على الاقل جهاز واحد ذهب الى المصلح. فاذا انا في البوينت بي 8، يعني انا عندي تقريبا احتمال بحدود 66% 0.34 بان هناك في على الاقل جهاز واحد راح للمصلح، تمام؟ فاذا الشركه هذه ثقتنا فيها ما راح تكون قويه بالمعنى هذا، واضح؟ زين، شوفوا هذول النسب، لاحظوا هالنسب هذه النسب، شوفوها. الحين بنحاول نطلعها من الجدول. عندنا ال N تساوي 8 وعندنا ال P تساوي 0.95. زين، فخلونا نروح حق الجدول. كاهو هذا الجدول قدامنا الحين. هني عندنا N تساوي 4 trials، هني عندنا نطالع الجدول اللي 8 trials. إذا هذا الجدول اللي تحت هو شغلنا. فإذا عندنا احنا 8 trials. بعدين النقطة الثانية نطالع عاد النسب المئوية. احنا النسبة اللي كانت عندنا كم؟ 95%. عاد نمشي هني 5 10 15 20 وهل هم جرى راح نوصل حق ال 50. في هالحالة 50، إذا احنا ما راح نقدر لأن شغلنا حق 95. إذا ننزل تحت، لاحظوا هني 50 راح يزيد، هني راح يصير 55، وبالتالي تمشي لغاية ما توصل حق ال 95%. صار واضح؟ إذا الجدول راح يبدي من 95، وإذا صار الجدول تحت أنا أبدي أطالع الأرقام هني وأنا صاعد. فإذا في الحالة صفر هذا الرقم اللي أنا أدور عليه، في حالة اثنين عفوا جهاز واحد هذا الرقم اللي قاعد أطالعه، وأمشي بالرقم هذا مثلا 6 الرقم اللي قاعد أطالعه هو 0.0515. وصلنا حق الثمانية الرقم اللي راح أطالعه هو 0.6634. صار واضح؟ إذا في الحالة أنا أقرأ الجدول بالطريقة هذه. طيب خلينا نرجع حق الشاشة اللي قلت لكم عنها مساع. إذا يقول the binomial distribution X is listed in the next table. To use the table, we look at the column corresponding to P equal 0.95. Now, because P equal 0.95 is listed at the bottom of the table, we read the values X and their corresponding probabilities from bottom to top. مثل ما قلت لكم، إذا قمنا نأخذ الأرقام اللي هي 95 أو وال 90 وال 85 الأرقام اللي هي برسنتج اللي صارت تحت، قراءتنا حق الترايلز يصيرون من تحت لفوق. Notice that the values of X are listed on the right side of the table. واضح؟ هذا الكلام اللي قلت لكم عنه بساعة، خلنا نصبر ونشوفه. زين، هذا الجدول عرفنا شلون نقراه وطلعنا القيم ويبنى الأرقام. هذا نفس الجدول بس لأنه ما كان واضح أنا جبت لكم الجدول الثاني، ولو نفس الشيء، تمام؟ هذه الأرقام والإكسس مالتها. الحين يهمني خلنا ناخذ مثال ثاني يا جماعة. خلونا ناخذ مثال ثاني ونشوف المثال الثاني شلون يصير. زين، يقول لي antibiotics occasionally cause nausea as a side effect.
المعروف ان المضاد الحيوي يسوي نوع من انواع يعني النازية، تمام، لوعة الكبد بالكويتي عندنا. فشركة تدعي major drug company developed a new antibiotic called فيمايسن. شركة سوت لنا دواء علاج يعني مثل أكسفورد ولا فايزر حاليا، فسوى لنا مضاد حيوي. هذه الشركة تقول التالي: the company claims that at most 10% of all patients treated with this drug would experience nausea as a side effect. إذا الشركة هذه تدعي تقول بأن فقط 10% من المرضى يعالجون أو يعانون من الآثار الجانبية لهذا اللقاح أو الدواء. زين؟ فإذا الشركة تدعي تقول بأن الآثار الجانبية للفيمايسن بحدود 10% تتسبب بهذا الجانب. With experience, nausea. Okay. Suppose now we randomly select n equal 4 patients and treat them with فيمايسن. إذا الحين يقول إحنا خلينا نفترض اخترنا بشكل عشوائي 4 أشخاص ممن عولجوا بهذا المضاد الحيوي، ممن أعطوا المضاد الحيوي. Now each will experience nausea اللي هو success. إذا إصابة أي شخص من بين الأربعة بالآثار الجانبية راح نعتبره success، هذه الحالة success. وأي شخص لم يصاب راح نسميها حالة failure. واضح؟ يعني إيجابي وسلبي، نفس ما احنا قاعدين نقول في البي سي آر يقول سلبي أو إيجابي، تمام؟ فإذا كان إيجابي بمعنى مصاب، إذا سلبي بمعنى لم يصب. طيب الحين يقول لي تالي، يقول لي assume P is the true probability that patient will experience nausea which is a 10%. إذا أنا عندي P تساوي 10%. The maximum value of P claimed by the drug company. And furthermore, it is reasonable to assume that patients' reactions to a drug would be independent of each other. طبعا مهم هذا ليش؟ أساسي يقول لي بأن هذا binomial. الحين يقول لي let X denote the number of patients among the four who will experience nausea. الحين خلينا نفترض X هو عدد الناس اللي احنا نختارهم بشكل عشوائي لقياس مدى صحة هذا الادعاء، هل فعلا أصيبوا أم لم يصابوا بالآثار الجانبية لهذا المضاد. It follows that X is a binomial random variable which can take 0, 1, 2, 3 or 4. واضح؟ إذن X ممكن تتراوح قيمتها من الصفر وإلى غاية الأربعة. حلو. الحين the following is a binomial probability distribution of X. The number 4 is randomly selected patients who will experience nausea as side effect of being treated with anti. خلينا نشوف الجدول. لا تنسون هذه المعادلة كالعادة معادلة البينوميال ديستريبيوشن. حسبناها أو ليش نحسبها؟ حسبوا لي يا جماعة عشان لا حسبوا لي طلعوا لي على الحاسبة وحسبوا لي شو اسمه هذه الأرقام كاي قدامكم. تعرفون المعادلة ولا أكتبها؟ إيه دكتور أكتبها بليز. يلا كاي P of X تساوي factorial X N factorial على X factorial مضروبة في N minus X factorial مضروبة في P to the power X مضروبة في ال Q لل power N minus X. يبولي P of 0 الحين. أبي P of 0. طبعا بعضكم يقدر يستفيد من الجدول، ها، اذا ما تبي تحسبين بيدك، بس انا افضل حسبوها بيدكم. ولا الجدول راح يعطيني اياها بسرعه، الجدول بس نظره واحده راح تعرفين.
فجر العازمي قاعد تسوين تحسبين فجر العازمي فجر انت وينش بالبيت؟ اي موجودة لان صوت سيارات حولك. لا لا مو بالبيت موجودة. يلا حسبي لي يا اخي نشوف. عبد الله الحبيب، عبد الله علي، وعبد الله يوسف. هلا دكتور. يلا حليته ولا بعد؟ لا لا الحين قاعد احاول. يلا يوسف المحمود وياي. زين يوسف، يوسف محمود دكتور. حسبت كم طلعت؟ لا بعد ما حسبت. يلا عيسى ما يصير يطلع، ما يصير الرقم يطلع أربعة. ايش فيك؟ هذا probabilities لازم اقل من واحد. ايش فيك؟ دائما تذكروا الاحتمالات يعني بين الصفر والواحد، ما يتجاوز الواحد وما ينزل عن الصفر. ميل وطيري سويتي قاعدة أحسن. يلا لطيف القطان. أنا بعد دكتور. يلا خوش. أحط لكم الرقم عشان تشوفونه. يلا عيسى قول لي، أو لحظة عيسى خلنا أعطي أحد فرصة. ما حد فيكم وصل حق الحل؟ أحد فيكم طلع على الرقم كذي؟ عبد الله؟ إيه دكتور طلع لي نفسه. نفس الرقم زين. البعد منو بعد نفس الشيء؟ عيسى. نفسه بس في صفر زيادة. صفر وين؟ على اليمين ولا قبل قبل ستة؟ قبل ستة. ما يصير قبل الستة يعني وايد غلط. ما يصير بس إذا نفس الرقم معناته تنقسم على شيء غلط. زين زين تمام. المفروض يطلع لكم نفس الرقم. لاحظوا الحين إحنا نقدر نسوي العملية. فاطمة الأربش سويتي؟ سويتها بس في واحد من الأرقام حطيتها غلط فما طلع لي نفسه. زين مهم يعني سووا بروحكم، حاولوا يعني تحلون بروحكم. فهذا طلع لي حق الصفر، بعدين تسووا لي حق الواحد خلينا نشوف كم يصير. سووا حق الاثنين خلينا نشوف كم يطلع وياكم. الارقام عندي الحين على الصفحه اللي عقب راح اطلع لكم الارقام. او خلاص شوفوهم تمام. هذه المعادله شوفوا تطلع وياكم ولا لا. لازم تطلع لكم بالشكل هذا. هذا P of 0 P of 1 P of 2 P of 3 P of 4. كل جرب اي. اوكي زين المفروض تطلع لكم الارقام قدامكم. الحين واحد يقول لي انا كل مره راح اسوي نفس العمليه اعرف عدد الترايلز واعرف البي وعندي الكيو واقدر اسوي بي اوف اكس
ايا كانت الاكس 0 1 2 3 تمام. فبدل ما اسوي المعادله كل شويه واطقطق في الحاسبه ارجع حق الجدول هذا. شوفوا هذا الجدول كاو، لو تطلعون الجدول هذا شوفوا الفوق، احنا الحين نبي الترايلز فوق هنا، هذا شغلنا. لاحظوا الجدول الارقام اللي عندكم، فكل اللي عندنا احنا عندنا 10% عدل، عندنا 10%، فبالتالي هذه الارقام لو تشوفونها نفس الارقام اللي عندكم 6561 2916 0486 وهلم جرى. فبالتالي على طول بمجرد ما تعرفون ان الحال اللي قدامنا binomial distribution، لما تشوفون الترايلز نعرف عددها، وعندنا السكسس والفيلير ايش كثر البي والكيو يعني، وعندنا الاندبندنت ترايلز، ضروري يكون الشرط اندبندنت ترايلز، يعني انا قاعد اتكلم عن binomial مباشره تستخدم الجدول مال binomial distribution. واضح؟ عشان اكمل. طيب نكمل الموضوع الحين، فقط يظل علينا عاد شغله بسيطه اللي انا ودي الحين اتكلم فيها، اللي هي طبعا هذا الجدول يمكن يشرحه بشكل جيد، هذا حق جدول ان ترايل، الجدول الان تساوي 4 ترايلز تمام، فمعطيني اياها وعندي البي اوف 10 والنمبر اوف سكسسز وكل شيء تمام، فطلع لي اياهم زين. هذا الشكل او هذه الرسومات هي توزيعات على حسب الان ترايلز والبي. فاذا واحد يبي يعرف شلون صاير شكل البيانات احتمالات شلون تطلع معاي، تطلع معاي من خلال الاشكال هذه، على الاقل هذه عينه نمونه من الاشياء زين. الحين ابي نشوف المين الفيرينس مع الستاندرد ديفيشن حق الباينوميال راندوم فيريبل شلون ينحسب. نحسب ببساطه شديده الميو مباشره، الان كانت 4 كانت 8 تمام، الان مضروبه في البي، يعني في حالتنا احنا كنا نتكلم عن 4 مضروبه في بوينت البي تشيب كانت بوينت 10 تمام. في حاله الفيرينس 4 مضروب في البوينت 1 مضروب في البوينت 9 وهلم جرى. فبالتالي بالحاله هذه يقول لي على مثال الكلر سمارت مباشره انا عارف البي تشيب وعارف الكيو كم وادري الان، فبالتالي مباشره اي واحسبهم. واضح؟ فلاحظ مثلا الميو يقول لي ان في البي، شنو معنات شو اسمه 7.6 شنو يعني؟ طلع لي الميو 7.6 شنو يعني؟ بنقول عيسى شنو معناته؟ افريج. ايه هو الافرج مال شنو يعني؟ النسبة اللي يطلع لك. ايه يعني انا بختار 8 اجهزة اللي هي بسوي randomly selected televisions تمام؟ 95% قاعد افترض انا كشركة 95% من الاجهزة اللي احنا راح نشتغل عليهم 95% من الوقت هذول يشتغلون لمدة 5 سنوات ما يخربون. فهني على حسب الافرج اللي قاعد يقول لي تقريبا 7.6% من 7.6 جهاز، لان احنا قاعد نحكي عن الافرج 7.6 جهاز، هذا الجهاز العدد لن يتعطل لعمر 5 سنوات من الاستخدام. واضح؟ والفاريانس ويا الستاندرد ديفيشن مثل ما شفتوهم تحت. فبهالطريقه هذه نحسب الفاريانس والميو. واضح؟ تقريبا هذا كل الموضوع يعني اللي بغيت تحكي عنه. فعرفنا اليوم شنو يعني binomial distribution مره ثانيه، سوينا ريفرش خذينا التيبل. فبالbinomial distribution ما تحتاج كل شوي تطلع الاله الحاسبه وتحسب، عندك التيبل بس حدد الترايلز وحدد البي كم قيمتها مباشره من التيبل تقدر تطلع. ترى هذا التيبل موجود حتى على الانترنت، يعني هذا تيبل ستاندرد معروف، مثل ما كنا نتكلم عن الامبيريكال رول اذا تذكرون قبل، نفس الشيء هنا، هذا التيبل محسوب وحاطينه في الجدول، فما يبي تتعب ايا كان الكيس اللي قدامك. اذا تعرف عدد الترايلز وعندك البي والحاله اللي قدامك هي binomial، على طول روح حق التيبل وما يحتاج تحسب تمام.
وبعدين طلعنا الميو وعرفنا الفيريانس وعرفنا الستاندرد ديفيشن. اي سؤال؟ ان شاء الله مع المعيده لازم تحدوا المسائل عشان تتضح الصوره عندكم وتصير اوضح. اي سؤال؟ اي استفسار؟ معكم اسئله؟ مفروض ان هذا اخر شيء. تمام، فخلوني انا اطلع من من الايباد. اوكي، واوقف التسجيل اذا ما عندكم اي سؤال.